اختلافات حادة بين المسؤولين عن المآتم، وبالتالي طبعا لم أستطع أن أكمل النشرة. من يدخل باكو يصبح عنده قدرات علمية. ودخلت استوديو وقريت الموجز، مدرسة يعني متميزة. ورقة قال لي اقرأ هذا الخبر، قريته زين، قال لي إذن رأسا بعطيك الآن الموجز، تدخل في الاستوديو وتقرأ الموجز. فلذلك ارتبطت حياتنا تماما بالبحر، إلى كربلاء ورحنا بعدين إلى النجف. ألا يعني يختار بمنصب أو بكرسي، تخلصت تبعات الوظيفة في الجانب الذي يفرضه علي هذا المنصب أو هذا المكان الجديد. في البداية طبعاً رحب فيكم في منزلكم ومكانكم، وأود بداية أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى صحيفة الوطن على هذه المبادرة الطيبة، واللي خصصتم مثل هذا الوقت لي لأتحدث عن مراحل حياتي. بداية الأخ حسن، يعني حياتي وطفولتي كحياة أي إنسان بسيط في من أبناء البحرين ومن أبناء القرى تحديدا. طبعا عشت وتربيت، نشأت، ولدت في منطقة السنابس، وبيتنا كان تماما يعني ملاصق للبحر. فلذلك ارتبطت حياتنا تماما بالبحر، وكنا دائما يعني وابدا مثل ما تقول ليل نهار احنا ناقعين في البحر في كل لحظة وفي كل آن. في البداية اولا يعني دعني اشير بكثير من التقدير إلى الوالد رحمة الله عليه، اللي الحمد لله كان إنسان أولا عصامي، ثانيا كان إنسان تعب على نفسه، ورغم صعوبة العيش في ذلك الوقت إلا أنه ولله الحمد اتجه إلى التعليم والدراسة، ولذلك نال قسطا يعني طيبا من التعليم. وبالتالي كانت البيئة التي عشت فيها وتربيت فيها هي بيئة يعني ربما تختلف عن بقية البيوتات في ذلك الوقت، اللي كان أغلبها يفتقر إلى مثل هذه الميزة. فكان الوالد يعني والله الحمد يركز أولا على تربيتنا، تربية يعني دينية، ويزرع فينا حب الناس وخدمة الناس، وأيضا يدفعنا إلى العلم وإلى الاستزادة من المعرفة. أنا طبعا عندي الأخ الدكتور حبيب والأخ محمد والأخ حسين، وعندي خوات، 5 خوات كلهم واصلوا دراستهم. يعني أعتقد أن كلهم تخرجوا من الجامعات، أو ربما يمكن واحد على أساس أن أكون دقيق أو ثنتين ربما ما أكملوا دراستهم الجامعية، ولكن يعني كلهم درسوا. وبالمناسبة ذكرتني الأخ حسن، كانت أختي يعني اللي هي التي تأتي، نعم أنا أكبر واحد، وكانت أختي ليلى رحمة الله عليها توفيت، وتوفيت بالقلب بعد. هذه كانت في الصغر، رغم أن لم تكن هناك مدارس في القرى في ذلك الوقت، ولكن من يعني رغبة الوالد في أن يجعلنا يعني ناس متعلمين ولصيقين بالعلم، لذلك ألحقها بمدرسة الزهرة في المنامة، رغم أن احنا في السنابس. وأتذكر أن كان صعوبة المواصلات، ولكن رتب مع زملاء وأصدقاء كانوا يشتغلون في الكهرباء
في ذلك الوقت، وتجي لهم سيارات توصلهم، فكانوا يوصلونها. أتذكر هذه. الوالد هو طبعا مدرس، أولا طبعا التحق ببابكو، ومثل ما تعرف بابكو تعتبر مدرسة، مدرسة يعني متميزة، من يدخل بابكو يعني يصبح عنده قدرات علمية طيبة مثل ما نقول. فالوالد التحق بسلك التدريس وعمل طيلة حياته في التدريس، وطبعا في الأخير قبل أن يحال إلى التقاعد كان نائب أو مساعد مدير مدرسة، وكان مساعد مدير مدرسة السنابس هني، وحاول يعني عرضوا عليه أن يكون مدير، ولكنه يعني فضل أن يكون مساعدا للمدير في نفس المنطقة اللي عاش فيها. يعني كان مدير بوردون مدرسة ثانية. كان يري أي نعم، هذه اللي يعني حسب ما عرفت، ولكن كان يعني تمنى عليهم أن يبقى في نفس المكان، وخاصة في نهاية يعني حياته العملية. فلذلك يعني مثل ما قلت كان الوالد حريص على أن إحنا نتزود بالعلم، وطبعا عشت هذه الأجواء. وأتذكر أن الوالد كان يحرص دائما على أساس أنه يعني يتابع دراستي أولا بأول ويذاكر معي. تعرف يعني هذه الميزة لم تكن موجودة في أغلب البيوتات في ذلك الوقت، يعني أن الأب يكون يعني يتابع بنفسه التحصيل الدراسي لأبنائه. عشنا مع زملائنا وأصدقائنا، وكنا يعني نلعب الألعاب العادية مع الزملاء في فرقاننا القريبة منا، إلى أن كنا طبعا نعيش في بيت اللي يسمونه البيت الأوض طبعا، وكان الوالد هو المسؤول عن هذه، إلى أن انتقلنا إلى بيت آخر في منطقة تعتبر في ذلك الوقت منطقة حديثة. وأتذكر أن كنت يعني ألعب مع إخواني والجماعة الأبناء الفريق الجديد هذا، وكوننا في ذلك الوقت فريق لكرة القدم، وأتذكر أن اسمه كان فريق القمر، وكنت أنا رئيس هذا الفريق. تلقيت الدراسة الابتدائية في مدرسة الخميس الابتدائية، وكان الوالد مدرس في هذه المدرسة، إلى أن وطبعا مدرسة الخميس كانت أيضا مكان جامع إلى كثير من طلبة القرى القريبة، شارع البديع بالإضافة إلى العالي وطبعا عذاري والمناطق هذه والسهلة، فيعني تزاملنا مع ومن مضى منهم رحمة الله عليه، إلى أن بعدين انتقلت إلى المدرسة الثانوية. طبعا في السابق لم تكن هناك مدارس إعدادية، فانتقلنا إلى المدرسة الثانوية، وكانت مدرسة واحدة في البحرين اللي هي المدرسة الثانوية يسمونها، ودرسنا والتقينا طبعا هناك. لما انتقلنا إلى المدرسة الثانوية طبعا كان يعني أجواء يعني مختلفة عن أجواء المدرسة الابتدائية، وكان يعني أبناء المجتمع يعني أبناء المجتمع في ذلك المكان كان يعني أوسع من نطاق مدرسة الخميس بالضبط، من كل مناطق البحرين. ويعني كنت أيضا أسعفني الحظ وتشرف بأن أكون يعني في أكثر سنة أو سنتين مع جلالة الملك الله يحفظه
في مدرسة ثانوية، في المدرسة الثانوية. ووجدنا من جلالة الملك، يعني رغم طبعا أن جلالة الملك حفظه الله كان في ذلك الوقت وليا للعهد، ومع ذلك لا حسن لا تشعر بأي، لا يشعرك بوجود أي فارق. ويعني جلالة الملك كما هو معروف عنه منذ صغره كان ما شاء الله يعني يحب الصغير والكبير ويتعاون مع الجميع، ولا تشعر بأن هناك أي مائز أو فارق بينه وبين بقية الطلبة. فلذلك كانت بعد فترة جميلة وحلوة اكتسبنا منها الكثير، من بالإضافة للدراسة اكتسبنا فيها منها الكثير من الخبرات، وخاصة أن زاملنا الكثير من يعني الأبناء عوائل البحرين مثل ما تفضلت من مختلف مناطق البحرين، وبالتالي تتلاقح طبعا يعني المشاعر بين الطلبة وتتوسع دائرة معارف الإنسان. الحقيقة مثل ما تفضلت كانت هناك رغبة في أن أواصل دراستي بعد الثانوية لدراسة الطب، ويعني تفاهمت مع الوالد في هذا الموضوع، والوالد ما قصر. يعني حتى أتذكر أنه كان في هناك إحدى الشخصيات البارزة في البحرين في ذلك الوقت، وتربط بيننا وبينه علاقات نسب، وله علاقات مع يعني بعض المسؤولين الكبار في الخارج. فأتذكر أن الوالد أخذني معه إلى الأستاذ في ذلك، الأستاذ حسين منديل اسمه رحمة الله عليه، توفى. ويعني قال لأن الولد عبد الجليل يحب يدرس يواصل دراسته في الطب، ويمكن كما تعلم الأخ حسن في ذلك الوقت كان أغلب الطلبة يعني يواصلون دراستهم في العراق، في العراق أو في القاهرة أو بعضهم في بيروت. فكانت الرغبة في أن أدرس الطب في جامعة بغداد، فهو كان عنده علاقة يبين مع أعتقد وكيل وزارة الصحة في ذلك الوقت، وزودنا برسالة توصية إلى الوكيل، وقال إن شاء الله سيسهل أموركم بعد. وسافرت مع الوالد فعلا. الوالد يعني مثل ما قلت لك حريص على أساس أن أنا يعني يحافظ على مساري، خاصة في ذاك الوقت لما كان يعني الساحة تموج ب يعني الأفكار المختلفة في ذلك الوقت. كان هناك يعني التيارات المختلفة، نعم، وكانت ناشطة جدا. ولذلك كان الوالد يعني يحرص، طالما أنه حرص على أساس أنه يربينا تربية صالحة من البداية، يعني أراد أن يكمل هذا الشيء الحقيقة. لذلك كان متخوف يبين من هذا الشيء، من أنه يعني لا سمح الله أنه في الأخير قد تكون هناك تأثير من هنا أو من هناك. على أي حال فذهبنا إلى العراق واستقبلنا أمانة هذا المسؤول في هذه، ووعد خيرا. إلا أن الوالد كان مثل ما تفضلت يعني كان يعني تفكيره ربما شوية مختلف، حرصا منه مثل ما قلت لك على أساس أنه يحافظ على مسيرتي. ف رحنا، قال خلنا نروح نزور الأماكن المقدسة، فلنا ما دام إحنا في العراق. فرحنا، أتذكر رحنا إلى كربلاء، ورحنا بعدين إلى النجف. فهو عنده طبعا علاقات أيضا مع أشخاص يعني من أهل البحرين، من علماء الدين من أهل البحرين اللي كانوا يدرسون في العراق.
فيبدو أنه هو في هذه الأثناء يعني تباحث معهم وفتح لهم موضوع كيفية الالتحاق بكلية الفقه، لأن عرف أن في هناك كلية وكلية معترف فيها ومن قبل جامعة بغداد، وهي تدرس اللغة العربية والعلوم الإسلامية لكلية الفقه في النجف الأشرف. فرتب هذا الشيء وقال لي يعني يا ولدي يمكن أفضل لك أن تدرس في هذه الكلية على أساس أن هذه بتزودك أيضا بالعلم وأيضا بتكرس فيك الجوانب الدينية أكثر وأكثر. وهو مثل ما تعرف هذا ينسجم مع توجهه بعد الوالد ويريد أن يعني أسير على نفس هذا الخط. فطبعا ما كان أمامي إلا أن أستجيب لرغبة الوالد، وبدأنا ولله الحمد الدراسة في هذه، وصرفنا النظر عن موضوع دراسة الطب والتحق بكلية الطب ومثل ما تعرف كلية الفقه، ودرست 4 سنوات مع زملاء أعزاء علينا. بعد أن تخرجنا من كلية الفقه في 70 نهاية 70 ورجعت إلى البحرين، قدمت على وزارة التربية وقبلت على أساس أن أكون كمعلم، حتى شوية أخذت الإجراءات فترة يعني أيام، وطاف شهر واحد، الأول الدراسة تبدأ في أكتوبر، فأنا توظفت في نوفمبر 1970، فالتحق بالهادي وعينت مدرس في مدرسة جد حفص الابتدائية الإعدادية. وطبعا مثل ما تعرف درست اللغة العربية والعلوم الإسلامية أعتقد، لأن في هناك ارتباط دائما بين اللغة العربية والعلوم الإسلامية، وبقيت سنتين أدرس في مدرسة جد حفص. نعم كان في هناك بعثة تعليمية طبعا قبل 70 حتى، لأن في زملاء سبقونا، ف يعني مثل ما تقول سمعنا بأن في هناك بعثة تعليمية، فرغبت أن هذه واستأذنت الوالد حينها يعني، وقال لي على بركة الله، فذهبت إلى أبو ظبي ودرست في مدارس أبو ظبي في مدرسة اسمها مدرسة الغزالي الابتدائية لمدة 2 سنين، وأتاحت للأخ حسن فرصة وجودي أيضا في أبو ظبي. يعني في نقطة في أثناء تدريسي في مدرسة جد حفص الابتدائية الإعدادية، الحقيقة يعني عندي إرهاصات داخلية بالنسبة إلى ناحية الإلقاء، ويعني البوادر الإعلامية وكذا، فلذلك يعني بمجرد أن عملت في هذه المدرسة كلفني مدير المدرسة بأن أتولى مسؤولية الإذاعة المدرسية، فكانت بعد فرصة لي على أساس أن يعني أتعاطى مع الميكروفون والحديث مع الناس، وفي نفس الوقت بعد كنت أشارك في ذاك الوقت في احتفالات تقام في النادي وألقي كلمات بالمناسبات هذه، وحسيت بأن عندي يعني في الملكة يعني هذه الإعلامية. فلما ذهبت إلى أبو ظبي أيضا سعيت إلى أن مثل ما تقول يعني أدخل إلى ميدان الإذاعة، فعرض علي أن أقدم برنامج مسابقة الطلبة في إذاعة أبو ظبي، فبدأت يعني أقدم هذا البرنامج، وأتذكر أن البرنامج الطلبة يعني نجري المسابقات في أبو ظبي أو أحيانا نسافر إلى مدينة العين
ونجري هذه المسابقات. يعني بداية دخولك المشترك الإعلامي كان في أبوظبي. نعم كان في أبوظبي. بعد أبوظبي بعد سنتين رجعت إلى البحرين ووصلت طبعا التدريس، ولكن عينت في مدرسة النائم الثانوية. في هذه الأثناء بعد فترة حبيت أن أبدل شوية مسار حياتي من سلك التعليم إلى يعني طريق آخر، وطرقت باب الوظيفة. الوظيفة وتعينت في وقتها أو نقلت إلى السكرتارية المجلس الوطني. طبعا لما عملت في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء تم تكليفي بأن أكون في قسم اللجان، وكان في هناك أحد الأشخاص يعني الطيبين المحترمين مسؤولا عن هذه أو هذا القسم، ويعني اندمجت وكنا على وكانت علاقتنا علاقة حميمة مع بعضنا البعض الحقيقة بالنسبة إلى تلك الفترة. وفيما بعد هو الحقيقة انتقل إلى عمل آخر، فصرت أنا تقريبا أسير أعمال اللجان، وهذه أتاحت لي فرصة بأن أكون قريبا من يعني أولا الوزراء، وأحيانا طبعا مع ألتقي أتشرف باللقاء مع صاحب السمو رئيس الوزراء. وأتذكر أن قال لي عقب أعطاني ورقة قال لي اقرأ هذا الخبر، قريته زين، قال لي إذن رأسا بعطيك الآن الموجز، تدخل في الاستوديو وتقرأ الموجز. قلت له أستاذ أحمد، قال لا تفضل تدخل وأنا واثق أن هذه. ودخلت في الاستوديو وقريت الموجز يعني بدون أن أي تهيئة أو أي تحضير. فدخلت الإذاعة بهذه على أساس كمتعاون مع شسمة في مجال الإذاعة، وبقيت طبعا في وظيفتي. فعلى أي حال لما قال الأستاذ جواد سمو رئيس الوزراء أنه يعمل في الإذاعة، فقلت له طال عمرك أنا طبعا ما للآن ما رحت التلفزيون. طبعا بعدين واصلت العمل بهذه الوظيفة، ومثل ما قلت لك يعني أتاحت لي فرصة اللقاء مع الوزراء. وسمو رئيس الوزراء يعني كما هو رحمة الله عليه كما هو معروف يعتبر مدرسة الحقيقة، يعني بعلمه وخبرته الكبيرة وسعة اطلاعه وأيضا تواضعه واهتمامه بالناس واهتمامه بشؤون الناس. فكان الإنسان الحقيقة يتعلم من هذا الكم الهائل من المعلومات هذه ويستفيد منها. بالتأكيد انعكست على كثير من مجالات حياتنا، لأن عندي التزامات بالنسبة إلى العمل، عندي التزامات بالنسبة إلى العمل الإذاعي والتلفزيوني، وأنت تعرف العمل الإذاعي والتلفزيوني يحتاج إلى وقت يعني طويل ويحتاج إلى جهد وتركيز. ومع ذلك كنت يعني لصيق بالعمل الاجتماعي. تبرر هذا العمل أو لا تبرر هذا العمل، ولكن الجانب الإنساني دائما يعني يكون هو الذي يطغى دائما على الإنسان، خاصة في بلد مثل ما تفضلت. ثم للأسف الشديد أن الضحايا هم هؤلاء الناس يعني المساكين. لذلك كنا أعتقد على أبواب عيد أو شيء من هذا القبيل، فبدل ما الإنسان يعني يعيش أو يهيئ نفسه لأفراح يجد يعني مآسي بهذا الحجم. فالإنسان طبعا مجموعة مشاعر وأحاسيس، لا يستطيع طبعا أن يتمالك مشاعره في مثل هذه المشاهد الإنسانية المؤثرة.
فبالفعل يعني انهمرت دموعي لهذا المشهد الفظيع، وبالتالي طبعا لم أستطع أن أكمل النشرة وأكملها أحد الزملاء في ذلك الوقت. كتبت مقالات وكتبت وكان هناك أيضا نظمت قصائد أيضا. من الأشخاص اللي كان ضمن قصائد يعني؟ ما أدري يعني في الصحافة أنا شفت يعني بعض القصائد اللي يعني نظمت في هذا الشيء، يعني لما شاهدوا هذا المشهد. و يعني تستغرب الأخ حسن أن يعني انتشر الخبر رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي لم تكن موجودة في ذلك الوقت، ولكن يعني عرفنا بأن هذا الخبر انتشر إلى آفاق بعيدة الحقيقة في الوطن العربي. يعني كان مشاعر الناس مثل ما تقول أيضا لها بعد دورها في هذا المجال. الحقيقة كنت في عملي في شؤون مجلس الوزراء، وكنت مدير اللجان الوزارية طبعا. فجاني تليفون من أحد الإخوان وأبلغني، وما كنت يعني ما كنت على علم أبدا بهذا الموضوع. قريت التعيين مباشرة في الصحيفة؟ لا، خبرني أن يعني كذا، ثم بعدين قلت انتظرت طبعا، ما أدري ما أعتقد ما أتذكر بالضبط يوم يومين كذا، إلى أن صدر التعيين. فكان أمر الحقيقة مفاجئ، ولكن هذا يعني أرجو أن أكون عند حسن ظن جلالة الملك عندما اختارني لأن أكون عضوا في مجلس الشورى. الحقيقة يعني حسيت أن الاتصال أن الموضوع محسوم، أن الموضوع محسوم، فش اسمه، فلذلك وأنا طبعا لم أكن لأتردد طبعا بالنسبة إلى هذا الموضوع، لأن مثل ما تعرف الأخ حسن إحنا وضعنا نفسنا في خدمة هذا الوطن وقيادة هذا الوطن. فطبعا بدأت المشوار بعدين. ربما وجدت نفسي إن في اللجنة التشريعية بحكم أيضا إن درست في الكلية يعني بعض الجوانب القانونية، بالإضافة لهذه كنت في التلفزيون أقدم برنامج استشارات قانونية لفترة ليست قصيرة يعني، وكنت أقابل يعني العديد من المحامين الأكفاء أيضا، فهذه أيضا أعطتني زادتني خبرة، وأعطتني سعة في الاطلاع على الجوانب القانونية. ووجدت بأن العمل في الجانب القانوني ربما يعني هو الأنسب على أساس أنه يمكن أن أعطي من خلاله، وبالتالي يعني دخلت في اللجنة القانونية، وشرفوني الإخوان بأن اختاروني نائبا لرئيس هذه اللجنة لفترة 4 سنوات رغم اختلاف رؤساء اللجان. بداية الحياة الديمقراطية الحقيقة يعني التي جاءت في ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك الله يحفظه، وخاصة بتكوين المجلسين، لأن مجلس الشورى كان في السابق كان مجلس استشاري، الآن هو مجلس تشريعي، وبالتالي يعني المجلس يتحمل مسؤوليات كبيرة في مجال التشريع. أنت في من خلال هذه اللجنة تجتمع يعني مع أيضا الكثير من العناصر التي لها باع طويل في المجال القانوني، وبالتالي يعني بالتأكيد ستوسع مداركك في هذا المجال. بالإضافة لهذه الأخ حسن، أنا من خلال عملي في شؤون مجلس الوزراء عندما كنت مسؤولا عن اللجان كنت أحضر اللجان، أغلب اللجان أحضرها،
وخاصة اللجنة القانون، اللجنة القانونية. وكانت اللجنة القانونية برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن خالد الخليفة يرحمه الله. والشيخ عبد الله أيضا يعني ما شاء الله رجل علامة، أنا أعتبره رجل ما شاء الله عنده خبرة وعنده أسلوب، أسلوب هادئ، وهو يعني مثل ما تقول كتاب واسع من المعلومات ومن التاريخ، من التاريخ. من الأشخاص اللي استفدت منهم أيضا. نعم، وهو من الأشخاص اللي يعني عندما تجلس معهم فعلا تستفيد منهم. وكانت اجتماعاتنا اجتماعات ما شاء الله أسبوعية في مكتب سمو الشيخ عبد الله الله يرحمه، وكان فيها يعني الوزراء بعد مثل الأستاذ جواد العريض، أيضا مثل ما تعرف الأستاذ جواد، وكان الأستاذ محمد المطوع، وكان سعادة معالي المشير أيضا يعني في هذه اللجنة، وتدور نقاشات بالإضافة طبعا إلى المستشارين القانونيين كانوا موجودين بكفاءات متعددة. لذلك هذه أيضا كانت فرصة إن الإنسان يعني استفاد أيضا من مثل هذه يعني مثل هذه الفرصة الثمينة بلقاء واجتماع بهذه يعني المصادر الثرية في مجال العلم، وبخاصة في الجوانب القانونية الواسعة. وتدور مثل ما قلت لك نقاشات طويلة، ويعني ما شاء الله عليهم بعد يعطوني أيضا رغم أن أنا يعني موظف، يعطوني المجال في أن أساهم بعد في أن أدلي بدلوي. لما رحت إلى عضوا في مجلس الشورى يعني مثل ما تقول تخلصت من تبعات الوظيفة، وأصبحت مسؤوليتي تختلف تماما، وبالتالي كان علي أن أركز في الجانب الذي يفرضه علي هذا المنصب أو هذا المكان الجديد. بعد أن رجع يعني أصبحت أمينا عاما، لا، المسؤوليات طبعا صارت مسؤوليات أيضا أخرى ومسؤوليات كبيرة، لأني مسؤول عن إدارة جهاز يعني متكامل، وجهاز إلى خصوصيته أيضا الأخ حسن. ولكن الحمد لله بفضل بعد يعني توجيهات معالي الأستاذ علي بن صالح الصالح وتعاون الزملاء، يعني وجدت أن الإخوان الموظفين يعني ما شاء الله كلهم أو أغلبهم، خلي أقول عشان أكون أكثر صدقا، أغلبهم ما شاء الله يعني متعاونين. وأهم شيء الأخ حسن بالنسبة إلى الإنسان أن لا يغير من أسلوبه ومن طريقته الحقيقة، يعني بحيث أن لا تؤثر عليه المناصب، يبقى يعني لأنه هو في النهاية سيبقى هو لن يتعادل. وبالتالي عليه ألا يعني يختار بمنصب أو بكرسي أو شيء من هذا القبيل، لأن في النهاية نعم سيرجع إلى حقيقته ووضعه الطبيعي. فلذلك يعني عندما كنت أمينا عاما الحمد لله لم أغير من نمط حياتي وأسلوب حياتي، وبقيت يعني سائر على ذات الطريق. فكان الحمد لله يعني أزعم بأن كنت الحمد لله متعاون مع الجميع، وأبدي تفهما يعني احتياجات الموظفين ومشاغلهم وأمورهم، وأسعى إلى يعني كل ما يعني يوفر لهم الأمان الوظيفي. يعني أنا تقاعدت ولم أتقاعد تقاعدت شكلا ولكن موضوعا
ارتبط طبعا بعضوية مجلس الأوقاف، وهذه يعني شيء بعد لم يكن، نعم، وهذه شيء الأخ حسن يعني لم يكن يدر في خلدي مثل ما يقولون، وكانت إحدى المفاجآت، ولكن إحدى المفاجآت السارة، لأن هي تنسجم مع طبيعة توجهي، لأن الأوقاف عمل خيري وعمل إنساني. أنت أيضا يعني خريج كلية الفقه أيضا. نعم، لكن يعني ما يحس في النفس الأخ حسن إن ما شاهدت في هذه الإدارة، ما شاهدت من يعني مشاكل متراكمة ومستعصية في بعض الأحيان على الحل، بحيث أن هي يعني هذه المشاكل للأسف الشديد يعني تحد من القدرة على أن تعمل من أجل تطوير العمل في هذه الإدارة التي تحتاج فعلا في أمس الحاجة إلى تطوير. أتجد أن للأسف الشديد خلافات حادة بين المسؤولين عن المآتم، وهذه تستهلك من الإدارة الكثير الكثير الحقيقة لرأب الصد وإصلاح ذات البين، عرفت شلون؟ وبالتالي بالإضافة للإشكالات التي تم أن المجلس الحالي ورثها عن يعني المجالس السابقة. طبعا المجالس السابقة بالتأكيد عملت جهدها واجتهدت وهذه حسب قدراتها، ولكن كان هناك كثير من الإشكالات اللي كان من المفترض أن تجد لها طريقا للحل، ولكن كما تعلم لأن لم تحل في وقتها، فيعني تركها ترتب عليه تعقيدات كثيرة، ولذلك فالحقيقة الإنسان ينصدم لحجم هذه المشاكل، وللأسف يعني مثل ما قلت لك هذه تؤثر على قدرة الإنسان على العطاء، ولكن يعني المجلس الحالي سعى جاهدا على أساس أنه يؤدي ما في ذمته من مسؤولية تجاه يعني مرفق مهم اللي هو مرفق الوقف، والوقف مثل ما تعرف يعني شيء أساسي، لأن مسؤول عن كثير من الأمور اللي يجب يعني أن توضع في مكانها المناسب وفي مكانها الصحيح. والله يعني الحقيقة أن كنت أنت أشرت في بداية اللقاء إلى أن كيف استطعت أن أوفق بين يعني كل هذه الأعمال وكل هذه المسؤوليات في بداية حياتي. الحقيقة خلني أكون صريح معك، أنا يعني للأسف الشديد بالنسبة يعني ما بقول ربما ظلمت عائلتي، أو يعني لم أعطيها حقها. كم مرض عندك؟ عندي 3 أولاد وثلاث بنات. كلهم واصلوا دراستهم ولله الحمد، بعضهم بعد حصل على الماجستير الحمد لله، فمجتهدين وطيبين وزهنين أولادي الحمد لله، ماشيين على النهج السليم والخط السليم، وربيتهم الحمد لله تربية كما ربانا الوالد والوالدة الله يحفظها، يعني ربينا أولادنا بذات الطريقة وذات الأسلوب، فالحمد لله يعني شاقين طريقهم بالتي هي أحسن ولله الحمد، وأتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بمشيئة الله. فالشاهد أن أنا في خلال هذه الفترة أحاول أن أقتنص الوقت لأعوض العائلة
يعني ما حرمتها منه خلال الفترات السابقة اللي كنت فيها بالفعل. مثل ما تفضلت الأخ حسن، كنت مشغولا طيلة فترة اليوم كنت مشغول، فيعني هضمت عائلتي في ذلك الوقت، أحاول جهد الإمكان أن أعوضهم بعض الشيء الآن. والآن طبعا عندنا الحمد لله بالإضافة إلى الأولاد عندنا الأحفاد يأتون إلى البيت باستمرار، وإن شاء الله الله يوفقهم ونعيش معهم فترات طيبة، سواء كان هني أو أحيانا نذهب إلى استراحة، يعني مثل ما تقول نرفه عن أنفسنا، ولكن ضمن نطاق أسري ولله الحمد فيه الكثير من المتعة ورضا النفس. لم يعني يبدو منهم أي امتعاض أو أي تأفف، ومتفهمين تماما إلى طبيعة عملي، بل مشجعين لي الحقيقة على يعني ما أؤديه وما أقوم فيه. يعني كما بدأت أيضا أنتهي. أولا يعني فرصة طيبة وفرصة سعيدة أن شرفتمونا في هذا اليوم، ويعني فسحتوا لي المجال في أن أعطي بعض الشذرات عن حياتي، واعذروني لأن يمكن عامل العمر يمكن يجعل الإنسان ينسى الكثير من المحطات المهمة ربما في حياته، فيعني العذر عند كرام الناس مقبول كما يقال، ولكن يعني بودي أن أشد على يدكم على أساس أن أنتم أيضا جنود تحملون مثل هذه الرسالة، أشد على يدكم شاكرا ومقدرا ومهنئا إياكم على يعني العمل الجليل الذي تقومون فيه، وهذا العمل بالتأكيد يضاف إلى سجلكم وسجل عطائكم، فلكم كل التحية وكل التقدير، وأرجو أن تنقلون أيضا شكري وتقديري وتحياتي إلى كل الإخوة الزملاء العاملين في الجسم الصحافي في مملكة البحرين، ولكم كل التحية وكل التقدير. ومرة أخرى أقول لكم وأقول للإخوان جميعا ومن يتابعنا كل عام والجميع إن شاء الله بألف خير.